قال الشاعر الأديب الأريب حمد بن الشيخ عبد الله العقيل حفظه الله تعالى: عصي أنت يا وطن السلام على الأعداء والهدم اللئام، عصي أنت يا وطن السلام على الأعداء والهدم اللئام، فمهما أوغلوا كرها وحقدا فلن يتجاوزوا غير الخصام، بلاد خصها الرحمن تحمي ذمار الحق والعرب الكرام، وتحيي في الخليقة خير هدي لسنة أحمد الهادي الإمام، وترفض أن ترى كفرا بواحا وتبقي شاهد التوحيد سامي، فلا منا والتوحيد يهنى بغيظ عاش في جو قتامي، ولا من يتبع الشيطان يرقى تراه يسيح في غب الظلام، تعادون المدينة حيث فيها مصلى للرسول وللأنام، ومكة حيث كعبتها تسامت فما عاداهما إلا ظلام، يحارب من تولوا كل بر وهم للمسلمين أولي اهتمام، وقد بذلوا النفيس لكي يذنبوا عن الحرمين آلاف السهام، أتت من كل صوب عاذ فيه رموز الشر أعداء السلام، من البرس المجوس وكل باغ من الأتراك أو بعض الطغام، ومن زرعوا من الأذناب فينا من الإخوان باغ الإنقسام، وحوثيين قد باعوا بلادا ببخس الماء لمعسوء المرامي، فقمنا صادقين قد التحمنا بقادتنا أولي الهمم العظام، فكان الحزم عدتنا فخضنا لحرب أرسلت شهب الغمام، فدم يا موطني دوما عصيا على الأعداء والهدم اللئام، فدم يا موطني دوما عصيا على الأعداء والهدم اللئام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.